التنظيم ديال البطوله الوطنيه لكره القدم 6 في 6 تم بناء على البرنامج السنوي للوزاره في مجال الرياضه المدرسيه، وفعلا الاجواء جد حماسيه، فيها فرجه، فيها تربيه، فيها واحد المجموعه ديال القيم اللي كنشوفوا ما بين التلميذات والتلاميذ اللي جاوا من مختلف الجهات المملكه. حاليا عندنا 48 فريق، كان كل فريق فيه فئتين ذكورا واناثا، فكل جهه تتمثل بهذه الجهه، وبالتالي المقابلات الاولى اللي كانت خلال الامس كانت تقريبا 64 مقابله، واللي عطات حاليا دابا وصلنا نصف نهائيه ثم النهائيه دابا حاليا وبعد التراويح ان شاء الله. فانا تقول بان الرياضه المدرسيه هي تبقى دائما عند هذاك العطاء ديال التربيه، ديال لو بيانتر، واحد ديال الانفتاح. وما نساوش هي كذلك مشتل للابطال، انتم دابا حاليا تبرزات فرق المغربيه في مناطق اللي ما كناش ننوي انها غادي تكون توصل النهائيات، وهذا شيء عظيم وعجيب. وهذا كذلك وهذا الامر راه دائما في تنسيق مع الجامعات، بما فيها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، التي تقدم الدعم الكامل للرياضه المدرسيه من خلال ارساء هذا الرياضه ودراسه وكذلك الرياضه المدرسيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.